بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني، أخواتي، عائلاتي، أصدقائي، أحبائي، مشاهدي الكرام، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. هذا سمحوا لي شحال هذه ما قدمت لكم شي فيديو، ما صورت، ما والو صورت، ولكن ما عنديش يعني الوقت باش نحط الفيديوهات في القناة ديالي. ولكن اليوم يعني خرجت لبرا، انتم ما كتشوفوا راني في السيارة، خرجت باش نصور هذا الفيديو، حيت يعني اثار الانتباه ديالي واحد الظاهرة كاينة في المغرب. بصفتي انا مواطن مغربي غيور على بلادي وغيور على الشعب ديالها والمواطنين، وغيور على الجالية المقيمة بالخارج. واحد القضية إلى شتو راه كيهضر عليها الأخ يوسف الزروالي، قضية ديال الإحسان العمومي. وبصفتي أنا من الجالية، يعني انا بغيت نعطي الراي ديالي، وبغيت نوجه واحد الرساله لابناء الوطن وكاع الجاليه المغربيه والجاليه العربيه فين ما كانوا. ماشي غير في المغرب هذا الشيء كيوقع، ربما كيوقع حتى في الدول الاخرى. كاينه واحد الحالات ديال الاستغلال، يعني كاين بعض القنوات، اصحاب القنوات ديال اليوتيوب كيستغلوا الضعف نتاع بعض الحالات الاجتماعيه في المغرب وسواء في الدول الاخرى، كيستغلوا الضعف ديال هذه الحالات وكيصوروا معاهم فيديوهات، يعني كيستغلوهم ماديا ومعنويا. يعني كيمشيو عند الحاله، شخص مثلا ما فحالوش، ما يعني حالة فقيرة جدا، أو يعني مريض، يعني مرض مزمن، وكيقدموا يعني كيمشيو عنده كيصوروا معاه وكيحطوا هذاك الفيديو في القنوات ديالهم وكيحطوا الرقم الهاتف ديالهم. الناس المحسنين يعني سواء في الدول العربية أو الدول الأجنبية، يعني الدول سواء أوروبا أو أمريكا كندا ودول الخليج ولا في بعض الدول الاخرى، ملي كيشوفوا ديك الحاله كيتساعدوا. يعني احنا واخا هنا، يعني حتى حنا راه يعني اصحاب الجاليه، راه ماشي كلشي كتسمعوا الجاليه كيسحب لكم، راه هنا المعاناه، يعني راه ماشي كنقول لكم الحمد لله، الحمد لله والشكر لله، ما خاصنا حتى خير، ولكن يعني كيكون واحد ديما واحد النقص، نقص يعني ديال العائله، نقص ديال العمر ديالك كيمشي وانت بعيد على عائلتك، العمر ديالك كيمشي، شبابك كيضيع وانت يا مغرب. يعني واخا هادي كنقولوا حنا عايشين هنايا في هاد الارض السعيده، ولكن حتى الامتى؟ الحمد لله الحقوق هنايا، الحقوق ماشي مهضومه كما في الدول ديالنا. الله يهدي المسؤولين، الله يهديهم. بلا ما ندخلوا في التفاصيل، المهم القضيه اللي كيهضر عليها الزروالي ديال الاحسان العمومي، الناس الجاليه كيتعاطفوا مع ابناء الشعب ديالهم اللي محتاجين يد المساعده، وما كيبخلوش من 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 جهدهم اللي عندهم كيعطيوها ليهم، واخا هما محتاجين هنا وعندهم يعني طموحات وعندهم امال انهم يديروا بزاف ديال الحوايج في حياتهم، ولكن ملي كيشوفوا دوك الحالات القلب ديالهم كيحن على هاد الناس هادو، وكيضطروا انهم يحسنوا بهم ويصيفطوا لهم الفلوس، يعني باش
على الأقل يعني يعالجوا بعض المشاكل الاجتماعية وما يبقاش الفقر. وخرى الفقر ماشي في الفلوس، الفقر في الفقر في الوعي، الفقر في التفكير. هي فعلا كاينين طبقات اجتماعية الله يحسن العوان، كاين الناس اللي ما لقاو ما ياكلوا. يعني هاد الأمور احنا كنشوفوها وراح قلوبنا معاهم، والله يدير لهم شي مخرج إن شاء الله، الله يفرجها عليهم ويفرج همهم، والله يفرج همنا وهم جميع المسلمين فين ما كانوا. المنطقة اللي مشى ليها الأخ الزروالي، منطقة ديال سيدي عدي، وماشي غير سيدي عدي، بزاف ديال القنوات اللي كيستغلوا العطف، كيستغلوا يعني الناس اللي فقراء وضعفاء، كيستغلوهم وكيصوروا معاهم فيديوهات يصيفطوا لهم الناس الفلوس باش يعاونوهم، ولكن هما ما كيصرحوش بداك الشيء اللي صيفطوا لهم، وكيعطوهم غير واحد القدر قليل، وكيديو الباقي يعني حصه الاسد كياخذوها هما وكيعطيو له الفتات. يعني داك الشيء اللي بقى اللي شط عليهم كيعطيوه ليه لهذاك الشخص اللي صوروا معاه. علاش كتستغلوا الناس بحال قناه اللي دابا كي الناس الجاليه وكلوا الاخ الزروالي باش ينوب عليهم ويكشف يعني الحقائق اللي الناس في منطقه ديال سيدي عدي عارفين بان هذوك الناس يعني الله يهديهم. يعني الا كليتي شي حاجه ديال الفقير ولا ديال اليتيم ولا راه شوف شنو غتقول الله سبحانه وتعالى. هنايا راه غادي تفلت ولا يعني ولكن عند الله لا تضيع الامور، عند الله كلها يتحاسب على داكشي اللي دار. منطقه سيدي عدي الى حصلتي غتودي، وهاد العباره ديال الدارجه المغربيه، الى حصلتي غتودي. وفين ما حصلتي في اي بلاد وفي اي الى حصلتي راه غتودي، سواء ولكن خص يكون القانون لا يحمي المغفلين فعلا. ولكن حنا ماشي مغفلين، أقنة مكروهة الجالية راه ماشي مغفلة، الجالية راه كيهموها الناس اللي ضعافة، كيهموها الناس اللي بحالهم. يعني اشنو الفرق بين الجالية والناس اللي ضعافة في البلدان العربية؟ كاينش الفرق، فقط يعني الفرق هو ان هنا يعني كان فرص الشغل يعني ماشي بحال الدول ديالنا، يعني ما كاينش فرص الشغل، البطالة كثيرة، الأمية، كاين القمع، كاين اش غنقول لكم. هاد الرسالة كنوجهها للجالية المغربية والجالية العربية، إلا بغيتو تحسنوا بالناس وبغيتو تعشروا على فلوسكم، ولا بغيتو تصدقوا صدقة مزيانة، صدقة ترفع البلاء، والصدقة أجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. بغيتي تصدق، صدق على الأقارب ديالك، صدق على الجيران ديالك. ما عندكش يعني الجيران، ما عندكش الأقارب، الله يعني كاين الأصدقاء، كاين الناس اللي موثوقين، يعني ناس مصادر موثوقة اللي غيعطوك الناس اللي معوزين، الناس اللي محتاجين اليد المساعدة. غير الأطلس، سير ماشي غير الأطلس، جميع المناطق المغربية فيها ناس محتاجين ماشي غير الدعم، محتاجين الحنان، محتاجين العطف، محتاجين غير كلمة طيبة، ما محتاجينش منك الفلوس. الا قلتي لهم الا يعني وقفتي معاهم، انا شفت فيديوهات يعني الصراحة كتزعزع الخطر ديالي، مني كنشوف
كنشوف يعني الناس ما كيطلبوش الفلوس. بحال الاخ الله يجازيه بخير الاخ امين فيسبوكي حر الله يكثر خيره والله يجازي المحسنين اللي كيصيفطوا ليه يعني مساعده كيصيفطوا له وكيعاونوه كيدعموه باش يوصل شربه ماء لذوك الناس اللي ما عندهمش الماء. شوف الناس شنو كيطلبوا، الناس كيطلبوا غير الماء، ما كيطلبوش الفلوس ولا بغاو الدار ولا بغاو الطوموبيل ولا، الناس بغاو غير يشربوا ماء صالح للشرب، نعمة ديال الله سبحانه وتعالى كيحفر لهم الآبار. وداك الشيء يعني اي حاجة تصفطت ليه اي حاجة وصلاته ما كي يخبيهاش، يعني كي الشفافية كيعاون الناس. وشي مرات يعني كما كيقول شي مرات كيزيد من جيبه، وهذا هو الانسان اللي كيكون يعني كيصون الأمانة. الناس الجالية راه كيعطيوك الأمانة باش تصيفطها للناس، قناه مكروها. انا ما كنلومكمش نتوما، ولكن العيب 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 هو ان الانسان ملي كيوليو عنده الفلوس طمع طاعون، والطمع كيعمي مولاه. وانتم ما تعمات لكم البصيره وليتو كيبان لكم غير الفلوس. انا الزوجه ديالي كنت متبعه الفيديوهات ديالكم من الاول تقريبا، ولكن انا كنت كنقول لها يعني مضيعة للوقت. هي كانت كتشوف بان يعني كتشوف داك الاجواء وداك الشيء ديال يعني داك الاجواء في الدار وداك الشيء، كتقول يعني الله واخا حنا في الجاليه في الغربه كنشوفوا هاد الفيديوهات كيتفاجئ الخاطر ما كتحسش بالقنط. ولكن باش تستغلوا ضعف نتاع الناس وتصوروا بهم يعني مقاطع وتحطوهم في القنوات ديالكم ويدخل لكم الربح، حنا ما كنحسدكمش على الربح. انا عندي قناه ديالي ولكن ما خدامش عليها، الحمد لله خدام انا بكتافي. انا هاد القناه دايره غير يعني كنشري بها يعني كنشري اي حاجه مع الناس اللي عزازين عليا. انا ما كيهمنيش، الحمد لله خدام خدمتي لاحظ العوان في المغرب ما كيناش فرص الشغل، والناس اللي فقراء مزيان يديروا قنوات يدعموهم الناس وحتى هما يكون عندهم دخل مساكن وحتى هما يعني ما يبقاوش يمدوا يعني يد يطلبوا يعني المساعده، هما يكونوا يعني يحسوا براسهم يعني ميسورين يعني من هذا والحمد لله والشكر لله. وكنقول للناس اللي يعني قاطنين بالديار المهجر قبل ما تصدق وقبل ما تحسن شوف المصادر اللي موثوقة وما تعطيش فلوسك. راه التمره اللي كنضربوا في هذه الارض السعيده لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. راه ما كايناش شي حاجه ما يجيب لكمش بالكم اوروبا الخارج امريكا الفلوس، راه على غير الورق ديال الشجر اللي كيطيح دابا، راه ما كيطيحوش الفلوس. ورق الشجر اللي كطيح دابا ما كايناش الفلوس الا ما حفرتيش عليها ما غاديش تلقاها. كانت شحال هذه الازمه هنايا كان الناس راه الا جيت نعاود لكم يعني القصص اللي تروى يعني مش حال هذه راه ستدمع العين. ولكن الحمد لله دابا يعني واخا الامور يعني الناس ولاو كيجيو واخا جدادين كيكونوا عارفين عندهم معلومات التكنولوجيا يعني كيشوفوا يعني فيديوهات كيشوفوا
كيتواصلوا مع الناس اللي ساكنين في الخارج, كيوريهم يعني الحوايج اللي خصهم يركزوا عليهم باش ما يتحطوش في واحد الموقف يجيو يلقاو راسهم في متاهة ولا. والحمد لله الحمد لله احنا يا مسلمين, و كما كيقول يعني الحديث لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه, لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ولكن هذا الشيء اللي كنشوفه لا ضرة للايمان. ما كنقولوش احنا ما كنكفروا, حتى شي واحد, الحمد لله احنا يا مسلمين, ولكن القلوب تختلف, الايمان يختلف, وان لم تستحي فافعل ما شئت, هذا اخر كلام عندي, والله ينصر المظلومين على الظالمين, ولا ياخذ الحق, حق اليتامى وحق الأرامل وحق الفقراء والمستضعفين في أي مكان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته, وأستسمحكم على هذا, يعني أنا أتحدث بغيرة ولست أتحدث بحسد ولا بأي كره لهذه القنوات التي تستغل هذه الحالات الاجتماعية. أنا فقط أريد أن يكون الناس يساعدون الآخرين بشفافية ومصداقية ولا يخونون الأمانة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله. أخوكم مراد من كارولينا الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.